يلتقي فريقا أبها والهلال ضمن الجولة 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها. فريق أبها يحتل المركز الثامن ب 23 نقطة، بينما نظيره الهلال يتواجد في المركز الثاني ب 32 نقطة. خسر فريق أبها في آخر مواجهاته أمام الفيصلي بهدف دون مقابل، بينما التعادل السلبي حل في مباراة الهلال الأخيرة أمام الشباب. وفي المباراة الثانية يلتقي الحزم والتعاون ضمن الجولة 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على ملعب نادي الحزم. فريق الحزم يحتل المركز 13 برصيد 15 نقطة، بينما نظيره التعاون يتواجد في المركز 5 ب26 نقطة. خسر فريق الحزم في آخر مواجهته أمام الوحدة بخمسة أهداف لهدف، بينما انتهت بالتعادل الإيجابي آخر مواجهات التعاون أمام الفيحة بهدفين لهدفين. وفي المباراة الثالثة يلتقي الرائد والاتحاد ضمن الجولة 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرض استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة. فريق الرائد يحتل المركز 6 برصيد 26 نقطة، بينما نظيره الاتحاد يتواجد في المركز 12 ب15 نقطة. خسر فريق الرائد في آخر مواجهاته أمام الأهلي بهدفين لهدف، بينما تعادل الاتحاد سلبيا في آخر مواجهاته أمام العدالة.